صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. هذا الصباح، صبيحة اليوم الخميس، برد قارس وغيوم تغطي سماء المنطقة هنا نواحي بن سليمان في هذه الصبيحة، صبيحة اليوم الخميس. مرة أخرى صباح الخير وصباح النور لكل متتبعي قناة الشعب، قناة شوف تي في. في هذه الصبيحة فأجواء باردة، برد قارس نواحي بن سليمان، غيوم أيضا تغطي سماء المنطقة، والصقيع الجريحة طايحة على الأرض. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شو تي في، صباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا النقل الصباحي المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان. أجواء باردة، برد قارس يعم المكان في هذا الصبيحة، صبيحة اليوم الخميس، برد قارس وغيوم تغطي سماء المنطقة. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، قليلا نودعكم بعد ما كنت معكم في نقل صباحي مباشر، نقل عليكم الأجواء الصباحية المباشرة نواحي بن سليمان، أجواء غائمة وبرد قارس يعم المكان. دمتم في رعاية الله مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء، نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله، نهاركم مبروك.